السؤال، هل خطاياي التي فعلتها في شبابي وتبت عنها وطلبت من رب المجد ان يغفر لي هل يتوارثها الابناء؟ لا يا ابني، دي ملهاش دخل ابدا. عشان اريحك فدي، اقرا سفر حزقيال النبي الاصحاح 18، بيقول لك لا ياخذ الابن من اسم الاب ولا الاب من اسم الابن، خطيه الخاطئ عليه تكون، يقصد الخطايا الفعليه. اما اللي تورثناها فدي الخطيه الاولى بتاعت ادم اللي هي فسدت بيها الطبيعه البشريه وفقدت صورتها الالهيه وفقدت بساطتها. لكن انت الخطايا اللي تبت عنها اولادك ما لهمش دخل بيها ابدا. بيقول مع اني يعني ربيت اولادي تربيه مسيحيه صالحه وهم ملتزمون في كل شيء، ومع ذلك سوء الحظ امامهم. لا معلش، ان كانت اصابتهم متاعب دي ملهاش دعوه بخطاياك انت.